الأرض تتعرض غدا لعاصفة مغناطيسية وتحذيرات من مخاطر صحية فور التعرض للعاصفة الشمسية، وأيضا انقطاع الملاحة وتشويش الاتصالات اللاسلكية. فما الذي ينتظر كوكب الأرض غدا؟ وما هي العاصفة الشمسية؟ وما هي أيضا النصائح والتحذيرات التي أعلن عنها مختبر علم الفلك الشمسي الروسي التابع لمعهد بحوث الفضاء؟ ومن هم الفئات الأكثر عرضة للخطر والتأثر بهذه العاصفة؟ دعونا نوضح كل هذه التفاصيل لحضراتكم من خلال تغطيتنا. عادت العاصفة الشمسية أو العاصفة المغناطيسية إلى الساحة مجددا بعدما أعلن مختبر علم الفلك الشمسي الروسي التابع لمعهد بحوث الفضاء أن الحسابات الفلكية ترجح تعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية جديدة. ووفقا لمختبر علم الفلك الشمسي الروسي، من المتوقع أن تضرب العاصفة المغناطيسية كوكب الأرض غدا الثلاثاء 23 يناير، حيث تبلغ ذروتها في الساعة 12 ظهرا من نفس اليوم. وستكون العاصفة الشمسية أو العاصفة المغناطيسية ضعيفة حيث G1 من مستوى أن أعلى مستوى هو، وذلك وفقا لG5. لتأكيدات العلماء، ورغم أن مستواها ضعيف، إلا أن العلماء حذروا من احتمال تأثيرها صحيا على الأشخاص الذين يعانون من حساسية من تغيرات الطقس. وهناك أيضا فئات ستكون أكثر تأثرا بالعواصف المغناطيسية، وهم أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية. وقد يصل الأمر إلى تلف الأوعية الدموية في الدماغ وألم شديد في القلب، وأيضا عدم انتظام دقات القلب. وقد تؤثر العاصفة أيضا على صحة فئات من البشر مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل. كما يعاني أيضا البعض من النعاس والبعض الآخر من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الزهر. وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى إغلاق كامل وأعطال خطيرة في تشغيل الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية، كما حدث في عاصفة 1859 وأيضا 1921 اللذان تسببا في مشاكل على مستوى الاتصالات ونشوب بعض الحرائق بحسب مجلة العالمية. ويتساءل الكثير من الناس عن العاصفة الشمسية وأسباب حدوثها. وتفسر العواصف الشمسية الشديدة على أنها انفجارات هائلة من الرياح الشمسية وأيضا مجالات مغناطيسية ترتفع فوق الهالة الشمسية، والتي قد تتسبب في تلف الشبكات الكهربائية وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتنشأ العواصف المغناطيسية أو العواصف الشمسية بسبب تأثير الرياح الشمسية على المجال المغناطيسي للأرض بأكمله. كما تنشأ بسبب التوهجات على سطح الشمس، والتي تطلق كميات كبيرة من الطاقة والجسيمات المشحونة. وهناك سبب آخر يعرف باسم الانبعاث الإكليلي. ووفقا لتوقعات الخبراء، فقد تكررت العواصف الشمسية 25 مرة منذ بدء رصدها عام 1755. ففي عام 2017 تتسبب عاصفة شمسية في توقف تام لأجهزة الراديو اللاسلكية، كما كان يتواجد في نفس الوقت إعصار إرما من الدرجة الخامسة يمزق منطقة البحر الكاريبي. كما أيضا حطمت العواصف الشمسية في عام 2015 أنظمة تحديد المواقع العالمية شمال شرق الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه عند حدوث العواصف الشمسية قد يتعرض طيار الخطوط الجوية لخطر الإصابة بإعتام عدسة العين. لذلك يشعر الخبراء بالذعر، لأن الدورة الحالية تصاعدت بشكل أسرع بكثير من المعتاد، وشهدت بقعا شمسية وأكثر مما توقعوا. ونأتي للتساؤل المهم، وهو هل العالم مستعد لأضرار النشاط الشمسي أم لا؟ مشاهدينا، في النهاية يجب أن ننوه بضرورة اتباع نصائح العلماء غدا بعدم التعرض المباشر للشمس، خاصة الساعة 12 ظهرا ذروة العاصفة الشمسية. تمنياتنا بالسلامة للجميع. انتهت تغطيتنا، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.